مساء الخير يا شباب، دلوقتي معاكم ميدو تريفاجو النينجا الإيبك. طبعا الأكاونت معروف مشهور يعني، وليه وضع في السيرفر سيرفر يورمز. المهم النهاردة يا شباب اللي حصل لي ان انا كنت عارض الصالحين في الشوب عادي، تمام، وكنت كاتب سيل ايبيكين نينجا شوب مثلا 100 وسايب رقمي. بالصدفة لقيت واحد ما عندوش ضمير، يعني نقول واد زبالة، واد خسيس، واد رخيص، واد نتن نجس. المهم كلمني وقال لي انا عايز الايبيكين. طبعا قلت له سعري، قال لي طب فاصل، قلت له ده اخري. اللي بيكين كان الواحد بلس 7 عرضه على 600 مليون، والتاني البلس 5 كان على 500 مليون. وخلي بالكوا طبعا السيرفر معروف ان الماركت فيه ضعيف، ومن النادر قوي قوي تلاقي حاجة انت عايزها فيه حتى لو بسيطة قليلة. فانا كنت جايبهم بالسعر ده ومشتريهم، كان ده من فترة يعني قريب قوي مش بعيد يعني. المهم الواد اللي ما عندوش ضمير ده، الوسخ ده اللي هو بيسرق تعب الناس وبيسرق فلوس الناس بحجة انه يعني عايز يشتري الحاجة ولازماه. المهم كلمني قال لي ايه، قال لي عشان بس يا جماعة ده تحذير لكل الناس اللي بتلعب في اللعبة، وتحذير تاني علشان الناس تاخد وعيها الكامل وما تقعش في الخطأ اللي انا ايه وقعت فيه. وانا بصراحة ما كنتش عندي علم ولا دراية ولا خلفية خالص ان حاجة زي كده ممكن تضيع من السلاحين في لمح البصر في ثانية. المهم قال لي شيل السلاحين من الشوب. انا برضو استغربت، شلت السلاحين من الشوب عادي وقلت ممكن هو عايز ايه السلاحين وكده، بس ما عملتش تريد معاه خالص. قال لي جبت ريفاجو عند الشوب، فروحت برضو بتريفاجو عند الشوب، وكان زي ما بيقول يعني انت تريفاجو بجد بكلمك، انا بجد يعني بدعمك ومتابعك على اليوتيوب على طول. وكان بيتكلم معايا كويس يعني، كان عايز يوقعني. المهم عايز اقول لكم انا ما عملتش تريد، انا بالصدفة شلت السلاحين وتردت للاكونت بتاع تريفاجو عشان بيقول لي انا عايز اشوف السلاحين على الاكونت النينجا. قلت له ما عنديش ادنى مشكلة، مفيش مانع. كان بيلح وكان طالب مني ان اترد لي السلاحين على الاكونت النوب بتاعه، طبعا مسجل اسمه ومسجل اسم برضو اكونت تاني اتبعت ليا من ناس محترمين في السيرفر انه بيبيع السلاحين دول دلوقتي على 300 مليون. طبعا مفيش واحد انسان عنده عقل ويفكر صح يقول سلاحين ايبك نينجا حتى لو بلس ضعيف يتباعوا ب 300 مليون الاتنين، بأنهي منطق؟ مستحيل وصعبة جدا، محدش صدق الكلام ده خالص. المهم انا بالصدفة بترد لتريفاجو لقيت السلاحين اتشالوا وما لهمش اثر في الايتم خالص. قفلت الاكونت فتحت تاني، قفلت الاكونت فتحت تاني والكلام من ده، ما لقيتش برضه السلاحين في الايتم. طب راحوا فين؟ ايه اللي حصل؟ مع ان هو ما شافش مني السلاحين خالص وما تردتش ليه السلاحين خالص. كل اللي كان بيقوله وبيلح عليا بيقول يا فندم يا فندم يا فندم يا فندم ان شيل السلاحين علشان عايز اشوفهم على تريفاجو.
وانا طبعا مديله الامان، ده شيء طبيعي، وكمان الحاجه بتاعتي وملكي، والناس كلها الحمد لله اللي يعرفني وما يعرفنيش الحمد لله سرت على كل لسان ان الحمد لله واحد. عمري ما فكرت امد ايدي على حاجه مش بتاعتي، وحاجه ما تخصنيش، وحاجه انا مش تعبان فيها. فالانسان عن ضمير بره اللعبه قبل ما يكون جوه اللعبه، وده الاهم وده المطلوب يعني. فلقيت السلاحين، نرجع لمرجونها تاني، لقيت السلاحين اختفوا ما لهمش اثر خالص، ومش موجودين في الايتيمز. عمال اقفل وافتح تريفاجو والاكونت التاني اللي هو ديسبوسك، الاكونت اصلا بتاع الارشر اللي هو اصلا كنت عارض بيه السلاحين في الشوب، لاني انا مخلي تريفاجو مش ميرشنت، يعني صعب جدا، مش لون ماركت زي ما بيقولوا، صعب جدا اني ترد السلاحين لاي حد مش تريب برينتر معايا. كلام واضح وكلام واضح وصريح، الكلام واضح وصريح. فانا يا جماعه، اولا انا الحمد لله عندي ناس كتير قوي اجانب وناس مصريين حبايبي يعني، كلهم في اي بي 7، وانا اصلا لعبت اكونتات كتير تقيله يعني، لعبت بمونك ولعبت بنينجا ولعبت بكينجات وبرنسات، وبساعد في كل سيرفر اي حد، كتير ناس كتير بتكلمني بتقول لي افتح معايا ساعدني في التيم بي كيس كده، التيم بي كيس تي اف حاجه زي كده، ما بتاخرش، كلهم صحاب وحبايبي يعني. فانا مثال بسيط، ممكن اكلم اي حد فيهم يرجع الاسلحه، وان شاء الله هتحصل قريب جدا، بكره او بعد بالكتير هتكون الاسلحه ان شاء الله معايا. بس انا تحذيري بس للناس، علشان انا انسان بحب الخير للكل، بقول لكم احذروا ان الموضوع ده يحصل معاكم. يقول لك عايز السلاحين بره اللعبه، ويقول لك شيل السلاحين من الشوب، ويقول لك ترد السلاحين الاكونت بتاعك التاني جيبه جنب الاكونت اللي انت عارض او عارض بيه السلاحين، ولبس السلاح لبس الاكونت بتاعك النينجا السلاحين الايبك، علشان اشوف عليكم كلام من ده. هتلاقي السلاحين اختفوا بدون اي سابق انذار لوحديهم، ازاي ما تعرفش يعني، انا ازاي ما تعرفش، بس ده حصل فعلا معايا بدون اي تريد مسبق مني انا ليه. الكلام ده ما حصلش مني خالص، الكلام ده ما حصلش مني خالص، وعملت ليه تريد. انا كنت عملت تريد للاكونت، من اكونت اللي هو بتاع ديسبوسك الاسن ارشر بتاعي للاكونت التليفاجو، علشان كنت عايز اوري السلاحين على الاكونت ده. برضو غشوميه مني وقلت برضو تفكير صحيح، بس قدر الله ما شاء فعل والنصيب. بس انا واثق 100% ان السلاحين هيرجعوا، لان اصلا ما بيني وبين الجيم عمار، لان انا انسان طول عمري مسالم ومع نفسي، ما بحبش اذي اي حد، ما بحبش اذي اي حد، ما بجيش على اي حد خالص. فانا بالتالي واثق 100% ان حق هيرجع لي، والناس كلها حبايبي هتقف معايا وتسندني وتساعدني في المحنه دي. اي استفسار، اي استفسار او اي سؤال انا جاهز للرد عليه حاليا. لو اي حد فيكم ساب كومنت في التعليقات، ما عنديش اي مشكله. وياريت يا جماعة، ياريت الفيديو ده يتشير ويتبعت لناس كتير، علشان الناس تاخد حذرها، والناس تعرف ازاي تتعامل في ظروف زي دي كده، علشان برضو ما تقعش وقعة مش مستحبة ومش حلوة ومش كويسة مع عيل او مع ناس ما عندهاش ضمير، وناس خسيسة ورخيصة، وناس بنت حرام زي بيقول كده. قلت اللي عندي، وممكن ارفع فيديو تاني برضو ليا اوضح ليكم برضو اللي حصل واللي تم، وانا اتوصلت لايه، ووصلنا لحد ايه في المشكله دي والموضوع ده. وعايز برضو انبه ونوه ان الولد اللي سرق مني الاستاف، هقول لك بص يا حبيبي انا عايز اقول لك ان ممكن توصل ان انت ممكن الاي بي بتاعك يتبند وانت يكون عليك بلاك ليست. وبكره افكرك الكلام ده،
وبكرة تعيط وتندم وتبكي بدل الدموع دم ان انا عملت فيك كده، انك متقدرش تفتح اللعبة خالص من على الجهاز بتاعك، من على الجهاز بتاعك. يعني انت مزود الانترنت عندك هيتعمل له بلوك. البروفايدر اللي بيديك نتورك عشان تشتغل او تشغل باللعبة هيتعمل ليه حظر وبلاك ليست. ف انا بقول لك انت خسران وانت يا خسيس يا نجس هتندم. وبكره افكرك واتاكد من كلامي ده لما الجي ام يرد على الرسائل بتاعت الناس الكتيره اللي انا كلمتهم في وقتها ورسائلي، ويعمل معاك جلاشه ويزعلك ويخليك تنام وتصحى تفكر فيا. اشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجاية اعرفكم انا وصلت لايه وعملت ايه، ودعمكم يا جماعة. وياريت الشير للفيديو يكون على اوسع نطاق علشان برضو الناس تاخد حظها زي ما قلت، ومحدش يقع الوقعة اللي انا وقعت فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم ميدو تريفاجو من سيرفر يورونس.